شفت الفكره في الاردن وشفت الطريقه وشفت كل شيء. فقد ما دورت في غزه ما لقيتش حد بيعمل يعني. مثلا في مثلا معكرونه عملوا مثلا محل معكرونه بس انه المنسف له كاسه يعني ما شفتش حد عاملها في غزه بالذات. فحبيت اعملها يكون اول واحد ومنه الواحد يعني خلص بيكون إشي جديد يعني للناس. في ناس كثير عجبتها الفكره وفي ناس مثلا حكوا لك انه لا المنسف وهيبه المنسف والمنسف لازم بالايد وكذا. احنا ما اختلفناش بس احنا اصلا عندنا مثلا في غزه الناس ما يعني كمحلات ما بيعملوش جميد كله تقريبا لبن. كان إشي جديد للناس. وبالنسبه لموضوع انه ليش كاسه مش سدر يعني وكذا في يعني في اكثر من سبب. مثلا اول سبب في ناس مش ما عندهاش مقدره انه مثلا تعمل سدر كامل لانه المنسف مكلف الجميد مكلف. ويعني في مثلا سدر المنسف لو بدك تحطه على كيلو فينا في ناس بيبيعوا ب 115 120 بالنسبه عندنا في غزه مكلف يعني الاسعار هاي. تاني إشي الفكره مثلا انت في سيارتك انت ماشي مثلا في الشارع بتاخذ الكاسه وبتاكلها وانت ماشي. مش لازم تكون في مكان معين مش لازم تقعد في مكان مثلا المكان يكون حلو مش حلو لا انت حر. طبعا نشرك اول إشي اول طبقه لازم نحط عليها جميد عشان نسقيها بالجميد. بعدين رز بعدين نحط كمان طبقة الشراك بعدين بنسقي الكاسة كلها جميل بعدين بنكملها رز وبنحط طبعا القطع اللحم حسب الكاسة قديش بدها وبنحط عليها طبعا جميل وبنحط اللوز عليها في الآخر.